كلنا سمع بقصة النمرود الملك الطاغية الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه وقال إني إله. اليوم سنسمع قصته في هذا المكان. كنا سمعنا بقصة النمرود، طاغية جبار حاج إبراهيم وجادله وقال له إنه هو الله. إبراهيم قال له إن الله يحيي ويميت. النمرود قال أنا أحيي وأميت. الآن أجيب اثنين من المحكومين بالإعدام، أطلق سراح واحد منهم وأعدم الثاني، إذن أنا أحيي وأميت. إبراهيم لما شاف إنه هذا معاند لا تنفع معه إلا حجة دامغة ما تقبل القسمة وما يفيد بها الالتفاف، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طبعا اسم نمرود ما مذكور بالقرآن، ويجوز صفة تدل على التمرد والطغيان. قصة نمرود مع بناء برج عالي يستطيع من خلاله أن يوصل إلى السماء فيحارب الله معروف، وهي بالحقيقة مختلطة مع قصة فرعون وطلب من هامان أن يبني صرحا ليبلغ إله موسى مثل ما تخيل وتوهم. المهم أن الناس كل ما شافت تل عالي، برج قديم بناء شامخ، كانت تنسبة إلى النمرود وتسميه برج بابل. هنا أقف الآن عند برج نمرود كما تسميه العامة، أو برج نمرود كما هو معروف، والذي يعتقد الناس أنه قصر النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، ويقول علماء الآثار أنه معبد الإله نابو، إله التجارة والعلم والنبوة. التلتين اللي نزورهم اليوم يعرفن في علم الآثار ببورسيبة. خرائب بورسيبة تقع على بعد 17 كيلومتر من جنوب مركز مدينة الحلة، 7 كيلوات متعرجة على يمين الطريق بين الحلة والنجف. بورسيبة بالسومرية تسمى باتسي آبا با، وبالأكادية برسيب أو تل برسيب، وتسمى حاليا ببورس نمرود. أهل الآثار يعتقدون أنه اسمها معناه سيف البحر أو قرن البحر، لأنها كانت تقع على ضفة بحيرة. بورسيبة ذكرت بالنصوص السومرية واسمها سومري. ذكر حمورابي بمسلته وقال أنه جدد معابدها، وخصوصا معبد إله النبوة والتجارة نابو، اللي سمى معبده في بورسيبة بالاسم السومري أي زيدا أي البيت المكين. بورسيبة كانت صغيرة، لكن بعد 1000 سنة وزيادة، وخصوصا بعصر الكلدان، خاصة بعصر نبوخذنصر الشهير، صارت مدينة مزدهرة وظل الناس يعيشون بيها 1000 سنة بل أكثر. سكنها الناس يوم حكموا الفرس الإخمينيين ويوم احتل البلد السلوقيين والفرثيين والساسانيين، وحتى بالعصر الإسلامي كانت مسكونة. والفخار بأنواعه اللي تكشف عصور استخدامه شاهد على ذلك.
برج بورسيبا اللي الناس تسميه برج نمرود خطأ برج مدرج، كان متكون من 7 طبقات مثل زقورة حقرقوف، وبقاياه اليوم ترتفع إلى حد 47 متر من الأرض المحيطة، وهو من الأبراج الباقية من العصور القديمة. والتل يضم المعبد والمدينة، والمعبد اليوم مبني عليه مقام منسوب للنبي إبراهيم الخليل. اللي سمعنا بحلقة أور أنه كثير من الناس يزعمون أنه هناك في أور ولده مو ببابل. اللي شجع الناس يصدقون انه هذا البرج هو برج نمرود او محرقة ابراهيم، فالظاهرة عجيبة. فبقايا الآجر والطابوق محروقة حد الانصهار، صار الطابوق صخريج، معناه اكو نار غير عادية تبلغ آلاف الدرجات أصابت البرج. كثير من العلماء يعتقدون انه هذا مو حريق عادي ولا نار مشتعلة حتى ولو لسنوات، إنما نيزك عالي الحرارة جدا ضرب البرج وسيحه. هذه بقايا البرج، برج أو برج نمرود، بقاياه التي يعتقد العلماء أنها ضربت بنيزك، لأن الحرارة الكافية لتحويل هذا الآجر إلى هذه الكتلة المنصهرة وتمزيق هذا البرج بضربة واحدة كما يظهر لا يمكن أن تكون نتيجة عمل أرضي، وإنما ما لا يقل عن حرارة 3000 أو 4000 أو 5000 درجة مئوية بضربة واحدة مزقت البرج وشظاياه وصلت إلى أسفل السهل والأقسام المتقطعة من هذه الكتل الضخمة التي قلعت مرة واحدة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال ضربة نيزك، وليس كما يعتقد الناس بأنها نار النمرود المدعاة. الأجزاء تنتشر كتل ضخمة وكبيرة جداً أمامي الآن وخلفي، قطع كثيرة منها، والشظايا تنتشر على منطقة واسعة جدا قد تصل إلى حوالي 500 متر من البرج. الكتل أصبحت سوداء بفعل النار التي اشتعلت دفعة واحدة، وهناك حزوز ضخمة من الصهارة وكثير منها ملتصق ببعضها نتيجة الحرارة العالية. الأرضية أرضية المعبد الذي بني على شكل 7 طبقات، وميزته المهمة أنه واحد من أندر الزقورات الموجودة في العراق، لأنه كثير من الزقورات كانت تبنى بالطين ثم تغلف بالآجر. البرج هذا يدل على أنه كله من أعلاه إلى أسفله مبني بالطابوق أو الآجر المفخور. قطع تنتشر ربما كانت بقايا النيزك، يحتاج الأمر إلى تنقيب واسع. المدينة لم تنقب أصلا إلا باستثناء البرج والتلة الثانية وهي تلة مولد إبراهيم، لم تنقب بناء على تخوف الآثاريين من قضية التحرش بمقام ديني، ولا هي المنطقة منطقة مدينة مسكونة لبورسيبة. هذا لعله ربما جزء من بقايا النيزك، أو ربما الصهارة التي سقطت من البرج أثناء الضربة التي نعتقد أنها حصلت.
واندهش كل من زار الموقع. زار ابن بطوطة الرحالة المغرب الشهير، وزار ابن يامين التيطلي الرحالة اليهود المشهور، وزار آخرون. اليارد رولينسن أول من نقف في الموقع عثر على اسطوانة مكتوب بها أخبار نبوخذ نصر، عثر عليها في قاعدة البرج المدرج، ومر على هالتل هواي من المنقبين، هرمز رسام وغولد فايل ألماني، وبعثة نمساوية سنة 80 بقيادة نيكفالدر، حاولوا من خلال معرفة أسرار برج بورسيبا وطبقاته يحددون برج بابل المفقود وطبقاته، لأن بورسيبا هي أخت بابل. انكشفت الطبقة الأولى من الزقورة وأجزاء واسعة من الجدار الخارجي للطبقة الأولى، وعثروا على سلالم في الزاوية الجنوبية وسياج لحماية الصاعدين للعلا، وعثروا أيضا على حجر الأساس وعلى 200 رقيم طيني من عهد نبوخذ نصر. التحقيقات الحديثة دلت على أن هذا البرس زقورة تدعى أنتمين أنجيرا، ومعناها بيت الحجر الأساس للسماء والأرض. كانت قائمة المعبد مردوخ في بابل، واكتشفت بجانب البرس بقايا معبد الإله نبو رب الحكمة والآداب عند قدماء البابليين. لكن القصة توسع وتبتعد 5 كيلومترات، حيث نقلت الأساطير مكان المحرقة إلى منطقة اسمها عوفي، حيث ما زالت آثار رماد وحريق موجودة هناك، وهي حتى الآن بحسب قول كثيرين لا تزرع ولا تسكن، وما زال الرماد يخرج من هذه الأرض مهما حفر فيها. التلمود ذكر شيء عن التلة لأن اليهود كانوا يعيشون بالأسر هنا. فالخاحام يوحنان ذكر عن بورسيبة أو بورسيف كما يسميها إن البرج برج بابل يقصد قد احترق ثلثه وساخ ثلثه في الأرض وبقي ثلثه الآخر قائما. الرب آسي قال أن لفظة بورسيف مشتقة من بورشة، وبالمدراش اليهودي أن موقع بورسيف قريب من بابل، وبالتلة الأخرى التي تسمى مقام ولادة إبراهيم، وهو المقام الموجود على التلة الأخرى ارتفاع حوالي 75 متر عن مستوى سطح الأرض المحيطة به، هناك مقام لإبراهيم، ومكان الولادة مغارة يهبط إليها بواسطة درج ب16 درجة، والمغارة مختلقة وهي صغيرة مساحتها حوالي 6×5 متر، وهناك تروى أسطورة الغزالة التي كانت ترضع النبي إبراهيم. المقام مجدد ومشيد سنة 66 ميلادي، والمقام وجوده يمنع أي عملية تنقيب، فلم يجر أحد على محاولة التنقيب هنا بفضل القصة الشائعة إن هذا المكان هو مقام ولادة إبراهيم. هنا نختم هذه الحلقة عن بورسيبة، عن برج نمرود أو مولد إبراهيم. هنا نختم عن المدينة التي تعادل بابل وأخت بابل بورسيبة.